طبعا مشاهدينا، دائرة الدول التي تصنف حزب الله اللبناني إرهابيا تتوسع الآن. ألمانيا إذن بهذا القرار لحقت ببريطانيا التي أعلنت في وقت سابق حظر حزب الله اللبناني على أراضيها أيضا، وأيضا صنفته ضمن المنظمات الإرهابية. تصل عقوبة الانتماء إلى حزب الله في السجن أو إلى السجن لمدة 10 سنوات في بريطانيا. إذن هولندا من جهتها حذت حذو بريطانيا وصنفت أيضا هذا الحزب كمنظمة إرهابية، وأغلب أيضا دول أمريكا اللاتينية أضحت تعتبر حزب الله اللبناني إرهابيا، على غرار مثلا الأرجنتين والباراغواي والبرازيل وغواتيمالا وهندوراس وغيرها أيضا من الدول. أما بالنسبة لحول العالم بشكل عام، فهناك حوالي 57 دولة وعلى رأسها طبعا الولايات المتحدة أدرجت حزب الله بشكل رسمي على قوائم الإرهاب وتحظر نشاطه بشكل كامل، في حين أيضا تخضع نحو 70 دولة نشاطات حزب الله إلى المراقبة الشديدة. الآن التقارير تفيد بأنه يتم رصد آلاف الجمعيات والشبكات والمؤسسات حول العالم التي تعمل لصالح إيران من خلال حزب الله بطرق غير شرعية، لا سيما فيما يتعلق بتجارة المخدرات بين أوروبا والشرق الأوسط وأيضا أمريكا الجنوبية.